السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الحمد لله حمدا طيبا طاهرا كثيرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربي من شيء بعد، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، لك الحمد يا ربنا حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأصلي وأسلم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، صلي عليه، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أصحابه الطاهرين المؤمنين صلاة وسلاما يليق بمقام النبي الأمين صلوات الله عليه وعلى النبيين أجمعين إلى يوم الدين. آمين آمين. ما تطولش في الأخير، قل كلمة في شكر، قل كلمة. طيب. حاضر ماشي إن شاء الله. إخوتي الكرام، أخواتي الفاضلات، في دقائق معدودة لم يتبقى لنا من رمضان إلا ساعات، حتى أنها لو كانت 3 أيام ولكنها ساعات ساعات، ويرحل عنا هذا الضيف الكريم، يرحل عنا هذا الخير العميم العظيم من رب العالمين لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يا ترى من منا سيكون من المقبولين؟ من سيكون من الفائزين؟ من سيكون من الرابحين؟ ومن سيكون من الخاسرين؟ اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. ومن سيكون من المحرومين؟ اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. يا ترى، طيب، الذي ضيع رمضان وضيع هذا الخير، يا ترى هل يتبقى له شيء؟ نعم، إنني أنادي اليوم على كل من قصر في حق رمضان، على كل من ضيع أيام رمضان، على كل من فاته الخير في رمضان، على كل من ظلم نفسه في رمضان، على كل إنسان ضاعت منه الفرصة، لا، لم تضع الفرصة، أنا اليوم أبشرك، لم تضع الفرصة، الفرصة لم تضع بعد، لم تضيع، ما زالت الفرصة موجودة أمامك. يا من قصرت في حق الرحمن، يا من قصرت في حق رمضان، اغتنم ما بقي من رمضان، اغتنم ما بقي لك من فيض الرحمن سبحانه. نحن لا زالت الفرصة سانحة، لا زالت الفرصة موجودة، لم ينتهي رمضان بعد. يا شيخ أنا ضيعت كتير، ممكن ألحق؟ إلحق بسرعة قبل ما ينتهي رمضان، إلحق بسرعة، فلعلك لا تدرك رمضانا آخر. أسأل الله أن يبلغنا رمضان أعواما عديدة، آمين يا رب. حبيبي في الله، تعالى، الله ينادي عليك، الله في انتظارك، لله أفرح بتوبة عبده، الله يفرح بك، الله يحبك، الله ينادي عليك. قل يا عبادي الذين أسرفوا، خد بالك، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بل في حديث بديع جميل للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، عن أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي ناس من أمتي يوم القيامة لهم ذنوب كأمثال الجبال. ناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة بذنوب كأمثال الجبال فيغفرها الله لهم. الله، إنها رحمة الملك، رحمة الغني عني وعنك، عن طاعتي وطاعتك.
إنه ليس في حاجة إلينا، ولكن من كمال وتمام رحمته التي قال عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. ونحن شيء في هذا الكون، نحن شيء في هذا الكون، بل أقول الإنسان والله لا شيء في هذا الكون، لأن هذا الكون كله لا يساوي عند الله شيئا، فما بالنا بنحن البشر في هذا الكون. لذا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أن فتح لنا باب التوبة، وهو ينادي علينا في هذه الآية التي يرجون فيها: يا عبادي تعال أقبل على الله. وانظر إلى الله سبحانه وتعالى حينما يكون هناك دعوة إلى الخير، دعوة إلى المغفرة، تجد أن الله سبحانه وتعالى ينادي على عباده، يقول: يا عبادي، لم يقل يا مذنبين، لم يقل يا عاصين، لم يقل أي شيء، بل قال: يا عبادي. بيتودد إلينا بأننا العبيد لله سبحانه وتعالى: تعال أقبل على الله. وفي ذلك أيضا يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. في الخير تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: وسارعوا. في طلب الرزق قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لكن الخير رزقك لأنه سيأتيك، سيأتيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، ولن تموت نفس حتى تستوفي أجلها. فاتقوا الله، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب. ولا يحملنكم، خد بالك من الحتة اللي جاية دي، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. فما أجمل الطاعة في هذه الأيام الطيبة المباركة. ويل رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه، من أدرك رمضان ولم يغفر له. أخي الحبيب، إن لم يغفر لك في رمضان متى سيغفر لك؟ إن لم تدرك هذا الخير في رمضان متى ستدركه بعد؟ أنا وأنت لا ندري متى سينقضي بنا الأجل. ألم نسمع إلى قول ربنا سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون؟ اقترب للناس حسابهم، اقتربت الساعة وانشق القمر. ألم نسمعها الآن؟ ألم نسمع إلى خاتمة الصورة بعد أن بدأت الصورة بقول الله سبحانه وتعالى، واربط بين البداية والخاتمة: اقتربت الساعة وانشق القمر، وختمت الصورة بقول الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا هو النعيم الأبدي، هذا هو النعيم السرمدي الذي يعيش فيه العبد برحمة ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا قيام ليلة القدر، وأن يجعلنا من أهل ليلة القدر، وأن يجعلنا في هذا الشهر من عتقائه من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، واغفر لنا برحمتك يا عزيز يا غفار، وتقبلنا في رمضان، وتقبلنا في رمضان، وتقبلنا في رمضان يا رب العالمين. اغفر لنا الذنوب، استر علينا العيوب، تجاوز عن سيئاتنا، اغفر زلاتنا، اعتق رقابنا يا رب العالمين، استجب دعاءنا يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخواني، لا تضيعوا هذه الفرصة، الأيام باقية والفرصة باقية، فاغتنم، فلعلك لا تدري، فلعلك لا تدرك رمضان بعد ذلك، فلا تضيع هذه الفرصة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، إنه ولي ذلك ومولاه.